بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده مع بعض ان شاء الله هنعمل الزيتون العزيز. احنا قبل كده عملنا التفاحي، النهارده ان شاء الله نعمل العزيز. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا 3 كيلو زيتون عزيزي، ومعايا نص جزر، ومعايا معلقه ملح، كوبايه ملح، ومعايا راس ثوم مقشراها عندي في الفريزر، وحزبتين كرفس، ومعلقه سكر، ومعايا هنا نص فلفل احمر على اخضر، وعندي كده الربع ليمون. هقول لكم طريقه حلوه قوي هتريحك من عصير الليمون ان شاء الله. انا الليمون ولعت عليه وغلوه واحده، وان شاء الله هطفي عليه، وده اللي انا هستعمله النهارده. مش هعصر ولا ايه، ولا يكون في تعب ولا اي حاجه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزيتون العزيز اللي انا جبته، ما بحب الصراحه انقع الزيتون خالص، انا شققته كله، والفلفل اللي هضربه في قلب الخلاط هفضيه في قلب الطبق الكبير عشان اعرف احط فيه كل الحاجات عشان اعرف اقلبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزيتون العزيزي دوت بقعده كل سنة طبيعي لغاية رمضان، كنا من احياء الدين. انا كده فرمت الفلفل وحطيته على الزيتون، وهحط الجزر، هحط كل المكونات مع بعضها ان شاء الله، والفلفل الاحمر ان شاء الله دوت انا ضربته في الخلاط، وفي فلفل معايا تاني احمر اخضر دوت ايه هحط برضو سليم كله، مش هفتحه ولا اي حاجه، والحزمتين الكرفس، وهنا راس الثوم عايزه تقطعيه براحتك، عايزه تحطيها سليمه، انا بحط الثوم سليم مبحبش اقطعه، وعندي هنا قد 6 ليمونات مقطعهم طرنشات، دول مهمين جدا بيخلوا طعم الليمون حلو قوي، ومعلقه السكر. معلقه السكر دي حلوه وبتحافظ على الزيتون صراحه لغايه اخر زيتون، وعندي برضو 3 معالق ملح بحب احطهم في قلب الخليط كله، غير الملح التاني اللي احنا هنعمله في الخليط ان شاء الله. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وهنقلبها كويس قوي عشان خاطر ايه كل، وفي الفلفل الاحمر على الاخضر انا ما بفتحهوش ولا بشققه، بسيبه سليم كده. ومعايا هنا فنجان زيت، فنجان صغير بس زيت، هحط كلهم مع بعضه. وانا طبعا لبست جوانتي عشان خاطر انتوا عارفين بقى الحاجه مليانه شطه جامد، يعني لازم تلبسي جوانتي عشان الفلفل اللي احنا مقطعينه دوت هيبهدل الايد خالص. هنقلب بقى كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب عشان خاطر الجزر طبعا بشره بقى ملزق، نقلب كويس قوي الخليط كله مع بعضه. والله لو عملت الخلطة دي اللي انا عاملاها تعجبك جدا، طبعا ده حاجة تريحك. لو في ناس بتحط عصفر وبتحط حبة البركة، انا الزيتون العزيز اللي انا بشيله من السنة لسنة بحبش احط عصفر وحبة، هو الجزر والفلفل والحاجات اللي انتوا شفتها دي، ولا عصفر ولا حبة البركة بحب احطه، بس انت براحتك يعني. هنقلب بقى كويس قوي، نقلب نقعد نقلب كتير قوي عشان كله يتنازك مع بعضه ويبقى حلو. تقلبي ومحضره طبعا بطرمان، انا نشفته كويس قوي وعملته على نار من بعيد جدا عشان بس يبقى ايه وكده معقم كويس. جبت وحطيت طبق تحت البطرمان عشان خاطر لو حاجه وقعت ولا حاجه، عشان لما نيجي نحط الميه بتاعه الملح اللي فيها الخليط كله طبعا بتبهدل الدنيا. حطيت في الاول حبه فلفل في قعر البطرمان، فلفل اخضر على احمر من تحت، انا مش حاطه على فكره فلفل كتير لان الفلفل اللي احنا فارمينه الاحمر بيخلي الزيتون طبعا مولع جدا، فحاولت احط من السنين دوت حاجات بسيطه. احط بقى حبه الزيتون كده، احط شويه بشويه، ومعاهم الطرنشات الليمون دي برضو بتخلي الزيتون حلو. وطبعا ده تقعدين عشنا وكلنا اجل واحد بقى بعمل الزيتون العزيزي ده وبخليه يعني بيقعد عندك من السنه للسنه والله لغايه اخر الزيتونه تبقى مقرمشه وحلوه. معلقه السكر دي بتحافظ على الزيتون، بتخليه قرمش كده وما تخلوش يستوي ولا يتهري منك. هعبي بقى البطرمان، انا ممكن جايبه بطرمان صغير عشان ممكن ايه البطرمان ما ياخدش 3 كيلو، ممكن يفيد منه شويه ولا حاجه، انا مجهزه بطرمان لو ما خدش. وفعلا كده مليته على الاخر اهو، وفضل بض حبه في قلب الطبق، والليمون اهو على البوتاجاز اهونا، طبعا اديته غلوه واحده بس عشان مش لازم عشان ما يبقاش زي المستوي.
والبطرمان اهو انا مليته وفعلا اهو فاض شويه، حطيته في قلب البطرمان الصغير، دول 3 كيلو. وادي الليمون اهو اديته غلوه، وطبعا نتيجه التعصير بيبقى سهل جدا كده. تريحي نفسك، والله انا بعمله كده، تريحي نفسك ولا تقعدي تعصري ولا اي حاجه. طبعا تعرفين في الزيتون التفاحي انا ضربته في قلب الخلاط، بس في العزيزي بعمله كده، بحب اديله غلوه واخد الميه بتاعته والعصره بتاعت الليمون والميه بتاعته دي، بروح احطها في الزيتون. والقشر ده طبعا لازم، مهم جدا بتحطيه على وش الزيتون من فوق عشان خاطر يحافظ عليه، يعني كده كده مش هنرمي القشر بتاع الليمون، هنستفاد بيه برضه. حطينا حبة قشر كويسين على الزيتون، وكوباية الملح اهي غير الثلاثة اللي احنا حطيناهم، عشان الملح العزيزي بياخد ملح اكتر طبعا عشان يعيش طول السنة مجروش حاجة. اقلبه كويس، او معلقة الملح في قلب الليمون اهو، وانا طلعت القشر خدت شوية قشر على الزيتون وعبي بقى في ايه في قلب. مبحبش طبعا احط خل، حرية ليكي، عايز حط خل حط، مبحبش احط خل خالص على الزيتون عشان طبعا ما يتريش. هعبي بقى العصير دوت في قلب الزيتون لغاية ما يتملي خالص، وبعد كده ان شاء الله هكمل في قلب البطرمان الصغير. طبعا بحب اقول لكم ان التكه دي مهمه جدا جدا، انك انت الزيتون بعد ما تخلصيه خالص وتقفلي عليه وتحطي عليه الزيت، هوريكم هعمله ازاي اهو. حطي قشر كتير جدا، غطي الزيتون، وطبعا انا دوست عليه جامد قوي قوي قوي، بقى تكبس لتحت عشان مبقاش في ايه فراغات في الزيتون، مبقاش في هوا، الهوا ده بيبوظ الزيتون. تدوسي كويس جدا، انا كلبسته على الاخر خالص، كل القشرة اهو استفدنا منه ما رميناهوش، وفي نفس الوقت برضو ريحتي نفسك من العصر، وطبعا العصر ده بيقعد يتعب في الايد وبياخد منك وقت جدا. حطي بقى ورقتين لورا، لو عندك لورا تحطي ورقتين لورا، برضو بيحافظ على الزيتون صراحة. وحطي حبة زيت بقى من فوق الوش القشر حبايبي، ورق لورا حطيته اهو، حبة زيت، هقفل البطرمان كويس قوي، حط عليه السريتش واقفل على البطرمان كويس قوي عشان ما يدخلوش هوا، ماشي حبايبي. وان شاء الله تحطي تحتيه طبق عشان خاطر تاني يوم بينزل ميه كتير ما يبادلش الدنيا. حبايبي الزيتون خلاص اهو قفلته بالسريتش، تقفليه كويس قوي عشان خاطر ما يدخلوش هوا. وان شاء الله باذن الله ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يجيلكوا كل جديد من اكلات تيتانونا، وان شاء الله باذن الله الطريقه دي تعجبكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.